دي مدرسة سانت ماري، ودي ميس إيفون، والبنات بيحضروا الحفلة. في الوقت اللي في 57-57 في العيادة الخارجية كان ولادنا بياخدوا جرعاتهم، كان تحته على مبنى كامل العمال بيركبوا اليافطة الخاصة بسمو الشيخ أحمد بن زايد رحمه الله. وفي الوقت اللي طلاب الزمالة اللي عملتها 57 مع أكبر مركز أورام في العالم دانا فاربر بياخدوا محاضراتهم، كان حسين من الغنايم أسيوط فك حصالة 57-57 وراح مع أبوه يبعتهم من فوري للمستشفى. ولما التورتة وصلت سانت ماري كان في طنطا دكتور عمرو بيستلم شغله في فرع 57-357 هناك، هو أصلاً من طنطا وهيستقر في بلده. وأخيراً ميس إيفون وطالباتها كانوا في استقبال زميلتهم فاطمة اللي كانت اتعالجت في 57-357 وخفت تماماً بفضل الله تعالى، وبعتوا كلهم رسائل تبرع لمستشفى 57-357 في نفس اللحظة دي. عجلة حياة بتدور كل يوم تاخدنا للأمل، للشفاء، للعلم، للحب. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر، رحلة علم هدفها الحياة.